وغرمت فيه واحد اخر، غرمت فيه واحد اخر ديال الناس الطيب. غادي نردو اولا باش نقول بوضوح، راه حنا في المغرب الدولة ديال المؤسسات، الدولة ديال المؤسسات، الدولة ديال القانون، راه داكشي اللي تيدار في الطيب راه عيب. الضغط على المترشحين، دائرة 12 اللي ترشح فيها الزعيم لوحده لأنه خايف، وكان راجل وكان ما عارفش اللي فات عليه ديال الفساد، وأنه الناس تعرفوه مفسد، ما كانش يترشح لوحده، يقبل المنافسة غير واحد يتنافسها. وأنا غنعطي واحد الرسالة للناس ديال ولاد الطيب، شتي هذاك إلا بغيتو تقلعوه ما تصوت، تمشيوش تصوتوا، لأنه خصو على الأقل دابا واحد يجيب 20% ديال الأصوات، ما تمشيوش تصوتوا في الدائرة 12، ما تصوتوش في الدائرة 12، وحنا فضينا قد ما فضينا العالم ديال فاس، أنتم يكتبوا لكم شرف أنكم تفضيو مع ديك الفاسد ديال ولاد الطيب، هذه الأولى. الثانية، تتوجه بكل وضوح وبكل مسؤولية وبكل شجاعة لكل السلطات بانه راه ما كاينش في هذا المغرب شي بلاصه اللي هي محميه ديال شي واحد. راه السيد الوالي ديك النهار جمعهم قال لهم ما تعاودوا لياش ديك البساله ديال مشى السي عزيز الضبار تما جاو ليه للخبر، راه ولكن داك الشيء راه مازال الى الان، وكاين للاسف بعض رجال السلطه اللي داخلين في هذا الشيء، وراه قلبنا على بلادنا ما تنبغيوش ندخلوا في هذا الشيء، ولكن واحد القايد تما واحد جوج ديال العوام ديال السلطه الا ما رفعوش يديهم غنذكرهم بالاسم المره الجايه، بالاسم غنذكرهم بالاسم، لانه هذه قلبنا على بلادنا، قلبنا على بلادنا، وبغيناها انتخابات تمر في شفافيه وتمر في حريه، والسلطات من واجبها ان تضمن التعدديه في تراب مدينه فاس. يجيو يقولوا لنا حنا ضغطنا على شي واحد ما يمشيش يترشح، حنا الا بغاو حتى نهزوه في الطوموبيل نوصلوه يدير الاذاعه ديال الترشيح والوصل النهائي نسخروا ليه نجيبوا ليه نديروا، لان حنا بغينا المنافسه. ولكن تما الفساد، الفساد الفساد هو اصلا ضعيف، كاين كيد الشيطان كان ضعيفا، الفساد ضعيف، لذلك خصو ما يترشح معاه حتى واحد ويضغطوا على المترشح. وانا تنقولها بوضوح، تنعاود الناس ديال الطيب ما تجيوش تصوتوا في الدائره 12 باش ما يجيبش شي 20% ويضربها ب 6، ونديروا الحفله ديال العماله ديال فاس، درنا الحفله في 2015 ديال مدينه فاس، نعاودوا ديال ولاد الطيب في 2021. وتنقول بانه على السلطات ان تضمن التعدديه السياسيه، هذاك تما ما بغيناش داك الشيء اللي دار، انت منافس، عزيز الدبار راه منافس ديالي، ولكن انا ودافع عنه، ما عندكش حق شي واحد بغا يمشي يجلس في القهوه يدير الحمله ديالو، يجلس في القهوه ويدير الحمله ديالو، واجي هاتوا برهانكم، الا عندك شي حاجه ما تقول قولها. وكذلك تنتوجه للسلطات مره اخرى، تنشكر السيد الوالي على التدخل اللي دار فاش جمعهم وقال لهم ما تعاودوا ليش ديك السلام مره اخرى، ولكن خاص كاين بعض عندك تما بعض الناس اللي هما راه ما ذكرتهمش بالسميه هذه المره، ما تضطرونيش المره الجايه غنذكرهم بالسميه، ساذكرهم بالاسم. واحد فاسد تما داير خدام عزال خماس عند راشد الفايق، هشومة يكون هادشي. إذا أنا مرة أخرى تنقولها وتنعاودها، بهذه الفرقة، لأننا تنحبو بلادنا، ولأنه نموت على بلادنا، ولأنه بغينا الانتخابات تمر في الأجواء ديال الشفافية، ينجح اللي بغى ينجح ويسقط اللي بغى يسقط. ولكن ما يمكنش يتحسب علينا اننا غادي نسكتوا على ولاد الطيب ما يدخلهاش فلان ولا ما يدخلهاش فلان، ولاد الطيب ماشي ما خصش يدخلها فلان ولا ما يدخلهاش فلان، خص يخرج منها هذيك الفساد. تنقولها وتنكررها وتتحمل المسؤوليه ديالي فيما اقول، الفساد اخلاقي ريحته رائعه، الفساد مالي، وهلما جرى هلما جرى. فلذلك مره اخرى مدينة فاس شدات الطريق ديال الماء، مدينة فاس الحمد لله رجعات الوضعية المرجعية ديالها، حطاتها في الرادار ديال الاقتصاد، في الرادار ديال الثقافة، في الرادار ديال السياحة، في الرادار ديال الصناعة التقليدية، في الرادار ديال المعقول، خصنا نحافظوا عليها، حنا كمناضلين وكمناضلات ديال 100 سنة هو بواجبنا، ولكن في نفس الوقت
في نفس الوقت المواطنين والمواطنات يتحملوا المسؤوليه ديالهم، تيسولوا هذه الايامات فاش شنو خصها، خصها كل شيء. يمكن ما خصهاش كل شيء ولكن خصها، ولكن باش تخصها وباش دار الا بغيتي ترجعوا للعهد 1990 وترجعوا للعهد ديال البوطيط خرفا وترجعوا للعهد ديال المليونيه وترجعوا للعهد ديال المرافق، راه بيدينا فاس نزيدوا بها القدام، ما تحققش فيها كل شيء ولكن شدات الطريق. خصنا نتعاملوا باش تبقى على هذه الطريق، الطريق ديال المعقول، الطريق ديال الحرص على المصلحه العامه الحقيقيه. الطريق يا سيدي ما بغينا حتى واحد ياكل ويوكل، لا سيدي ما ياكلش وما يوكلش، يعطي غير الناس الحقوق ديالهم، ما بغيناش. وما بغيناش المنطق ديال باك صاحبي، بغينا المنطق ديال القانون وديال الاستفاده عبر المؤسسات. لذلك انا مره اخرى معتز بهذه الحصيله، لست راضيا عليها 100%، غنكذب اذا قلت بانه فاش تحقق فيها كل شيء وكل شيء على ما يرام، ولكن معتز بما تحقق ومعتز بالمنطق اللي هو تكرس في مدينه فاس، وسأناضل غادي نبقى ناضل ديال هذه المدينه الى اخر رمق باش تبقى شاده الطريق ديالها. وان شاء الله الرحمن الرحيم الى وقت هذا الطريق، الى وقت هذا الطريق صدقوني بانه فاس عندها الروح ديالها ديالها الباقيه ديالها، الى بقات شاده في هذا الطريق ديال المعقول بعد سنوات قليله ان شاء الله الرحمن الرحيم ما نبقاوش نتخافوا ونقولوا راه لا فاتونا الخير، لا فاتونا الخير، ارجعوا الناس اللي تيتقارنوا بمدينه فاس. هذا اللي بغيت نقول السيد الرئيس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.